بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا بعد أيام قلائل يصل الحجاج إلى بيت الله الحرام، يصل الحجاج إلى مكة المكرمة، ملبين محرمين طائفين وساعين، يؤدون شعيرة الحج، هذه الشعيرة العظيمة، وهذا الركن الخامس من أركان الإسلام. حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع، أحرم من المدينة، فلما وصل إلى مكة المكرمة طاف حول الكعبة وسعى بين الصفا والمروة، ولم يتحلل من إحرامه عليه الصلاة والسلام، فقد كان قارنا ساق الهدي من المدينة، وقال عليه الصلاة والسلام: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. في اليوم الثامن من ذي الحجة توجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل فريضة في وقتها دون أن يجمع. فلما طلعت الشمس من يوم عرفة وتعالت في السماء، توجه إلى عرفة، وضربت له قبة خارج حدود عرفة، بقي بها عليه الصلاة والسلام إلى أن زالت الشمس، ثم دخل عرفة، فخطب المسلمين خطبة عرفات الشهيرة، خطبة الوداع، ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم توجه إلى الصخرات فبقي بها إلى أن غربت الشمس، يدعو الله عز وجل ويذكره عليه الصلاة والسلام. لما غربت الشمس توجه إلى مزدلفة، صلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، جمع تأخير، ثم بات بها، وصلى بها الصبح، ثم انطلق إلى منى قبل أن تطلع الشمس من يوم النحر، فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم نحر، ثم حلق عليه الصلاة والسلام، ثم توجه إلى مكة وطاف طواف الإفاضة،
ثم عاد إلى منى وبات بها. وفي أيام التشريق كان النبي عليه الصلاة والسلام يرمي الجمرات الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وهي جمرة العقبة، يرمي كل جمرة بالسبع حصيات يكبر مع كل حصى، وبعد الرمي الأول يقف للدعاء، وبعد الرمي الثاني يقف للدعاء، وينصرف بعد أن يرمي جمرة العقبة ولا يتوقف بعدها للدعاء. وبعد أيام التشريق طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع، ثم عاد إلى المدينة بحمد الله تبارك وتعالى. اليوم نقف وقفة مع حجة الوداع، سؤال وجواب، تحديدا عند الجمرات وفي أيام التشريق. روى ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه قال: عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رمى الجمرة الثانية سأله هذا الرجل: أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رمى جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز عليه الصلاة والسلام قال: أين السائل؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند ذي سلطان جائر. انتهى الحديث. هذا سؤال وجواب عند الجمرات في حجة الوداع في أيام التشريق. هذا رجل يسأل سؤالا، ولا أدري لماذا سأل هذا الرجل هذا السؤال في هذا المكان تحديدا. هل شعر أن الحج جهاد فيه مشقة في سبيل الله فخطر في باله أن يسأل عن أفضل أنواع الجهاد، أم أنه كان يريد أن يسأل هذا السؤال ولم تتسنى له فرصة يقترب فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله إلا في هذا المكان وهذا الزمان؟ لا أدري لماذا سأل هذا السؤال في هذا المكان تحديدا. المقصود أنه سأل: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ والنبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن الجهاد كثيرا مع أصحابه رضي الله عنهم، ولكن هذا الرجل لا يسأل عن الجهاد وإنما يسأل عن أفضل أنواع الجهاد. يسأل سؤالا من أعظم الأسئلة: أي الجهاد أفضل؟ لا يسأل عن الجهاد وإنما يسأل عن أفضل أنواع الجهاد. سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أول مرة وفي ثاني مرة، والنبي لا يسكت إلا لسبب. النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت إلا لسبب، إما انتظارا لنزول الوحي بالإجابة، وإما لمصلحة تتعلق بهذا السائل، وإما لمصلحة تتعلق ببقية المسلمين. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت إلا لسبب. وهذا الرجل كأن النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ أنه لصيق به يلازمه عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل لا يخشى عليه من ضياع الإجابة، فقد كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يظهر. فهذا الرجل سأل سؤالا في أول مرة لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة الأولى والتي يسمونها بالجمرة الصغرى: أي الجهاد أفضل؟ سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رمى الجمرة الثانية عاد الرجل للسؤال
كرر سؤاله أي الجهاد أفضل، وأيضا سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رمى النبي جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز قال أين السائل؟ كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال كلمة حق عند ذي سلطان جائر. هذا أفضل الجهاد، كلمة حق عند ذي سلطان جائر. سلطان ظالم طاغي مؤذي، قد يقتل قد يسجن قد يضرب، هذا سلطان جائر، له بطانة وله حاشية لا يسمعونه إلا الباطل، لا يسمعونه كلمة الحق، لا يتكلمون عنده بكلمة الحق. وهذا السلطان أيضا يكره الحق وأهل الحق وكلمة الحق ولا يسمع الحق. ولكن وصل إليه رجل فلم يخف من القتل ولم يخف من السجن ولم يخف من الضرب، فتكلم وجهر وأعلن بكلمة الحق، كلمة حق عند ذي سلطان جائر، عند ذي سلطان جائر. هذا موطن من مواطن الفتنة، هذا موطن من المواطن الصعبة. هذا الرجل الذي تكلم عند السلطان الجائر الظالم المتعدي الجبار الطاغية، هذا الرجل لم يفكر في حياته، وهذا الرجل لم يفكر في أولاده، هذا الرجل لم يخف من القتل، لم يكن حريصا على الحياة، لم يكن حريصا على البقاء، وإنما تكلم بكلمة الحق. وليكن بعدها ما يكن، وليكن بعدها ما يكن، هذا جهاد، جاهد نفسه، جاهد نفسه في سبيل الله. كان يمكنه أن يؤثر السلامة، كان يمكنه أن يسكت وأن يبتعد ولا يتكلم بكلمة الحق في هذا الموطن الصعب، ولكن هذا الرجل جهر بكلمة الحق وأعلنها، نطق بها وتكلم بها، ووصلت إلى هذا السلطان الجائر. فهذا أعظم الجهاد، جاهد نفسه وانتصر على نفسه وتغلب على نفسه. وإلا هناك دواعي، خواطر، أفكار قد ترد على البال وعلى الخاطر في هذا الموقف، سيفعل بي كذا، سيفعل بي كذا، سأتعرض إلى كذا وكذا. أفضل الجهاد كلمة حق عند ذي سلطان جائر، حتى لو قتل هذا الإنسان. روى الحاكم بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، فهذا سيد الشهداء عند الله عز وجل يوم القيامة، مع أنه لم يمت في حرب، مع أنه لم يمت في معركة، وإنما مات بسبب كلمة حق قالها عند سلطان جائر. أفضل الشهداء عند الله عز وجل حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، أسمعه كلمة الله، أسمعه الحق، أسمعه الحلال والحرام، أسمعه شرع الله عز وجل، أمره ونهاه فقتله.
فهذا سيد للشهداء يوم القيامة، له مرتبة عالية وله منزلة عالية، لأنه تكلم بالحق. كلمة الحق صعبة، ليست سهلة، ولكن الله يحبها. كلمة الحق صعبة، ليست سهلة، ولكن الله يحب أهلها. كلمة الحق قد تؤدي إلى مقتل صاحبها. نبي الله يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مات مقتولا، وهو نبي من أنبياء الله، مات مقتولا بأمر من ملك من ملوك بني إسرائيل، لأنه تكلم بكلمة لم يرضى عنها الملك، لم يقبلها الملك. تكلم بكلمة حق، لم يتكلم بكلمة غيرها، تكلم بالحق فأمر الملك بقتله. مات مقتولا عليه الصلاة والسلام، وهو نبي من أنبياء الله، بسبب كلمة حق قالها. وفي أمتنا في آخر الزمان يخرج المسيح الدجال لعنة الله عليه، يعيث فسادا في البلاد والمدن، حتى يقترب من المدينة، معه المسالح، معه الحراس، معه الجنود، معه الشرطة، معه الجيش. يخرج إليه رجل من أهل المدينة فيقول: أيها الناس، هذا الدجال، هذا الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الناس يستغربون: أتقول هذا؟ أو ما تخاف من القتل؟ يقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ يقول: هذا الدجال، هذا دجال أيها الناس. يقول لهم: هذا كذاب، هذا خداع غشاش، هذا الدجال يتكلم وهو رجل وحده. فيأمر به الدجال فيقتل، ينشر بالمنشار إلى قسمين، إلى نصفين، إلى فلقتين. يمشي الدجال بين النصفين ثم يقول له: قم. يقوم الرجل فيقول له: ما زدت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيريد أن يتسلط عليه مرة ثانية ليقتل، فيجعل الله رقبة ذلك الرجل من نحاس فلا يسلط عليه، وإنما يرميه في ناره، وفي الحقيقة أنه دخل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: هذا الرجل أعظم أمتي شهادة. قتل، مات بسبب كلمة حق، كلمة الحق. يقول: هذا دجال، هذا كذاب، هذا مزور. كلمة حق. ما مات في حرب، ما مات في معركة، وإنما مات لأنه واجه الطاغية، واجه الكذاب الدجال بكلمة الحق. كلمة حق قالها: أيها الناس، هذا الدجال. كلمة الحق صعبة. المسيح الدجال عندما يخرج الناس يهربون من أمامه، الناس يفرون منه في كل مكان، وبعض الناس يقعون في فتنته. هذا الرجل الذي خرج إليه خرج ليعلن كلمة الحق، ليتكلم بكلمة الحق. أيضا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الرجل أقرب أمتي مني في الجنة. أقرب الأمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الرجل أقرب أمتي مني درجة، في الدرجات العالية في الجنة. ذلك الرجل أقرب أمتي مني درجة، في درجة عالية، قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل خسر هذا الرجل لما قتل بسبب كلمة الحق؟
أبدا والله، بل فاز، بل فاز، رفعه الله إلى أعلى الدرجات. في رواية ثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة. فهو في درجة رفيعة وهو في درجة قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل أعظم الأمة شهادة. كلمة الحق، مع أنه ما مات في حرب وما مات في معركة، ما مات في ساحة من ساحات القتال، ما مات في ساحة من ساحات الحروب، وإنما مات وقتل لأنه تكلم بكلمة حق. أفضل الجهاد كلمة حق عند ذي سلطان جائر. ولا أقول لكم إخواني تكلموا بكلمة حق عند سلطان جائر، لا أقول لكم عرضوا أنفسكم للقتل، عرضوا أنفسكم للسجن أو للضرب، وإنما أقول لكم قولوا كلمة حق في أوساط الناس. أسمعوا الناس الحق والحقيقة، أسمعوا الناس دعوة الله وحكم الله وشرع الله عز وجل، قولوا كلمة الحق في كل مكان، تكلموا بكلمة الحق ولا تسكتوا، لا تسكتوا عن الحق ولا تصمتوا عن الحق، بل قولوا الحق والحقيقة في كل مكان. فهذا جهاد في سبيل الله عز وجل، إلى شرع الله وإلى حكم الله وإلى دين الله عز وجل في كل مكان. هذه كلمة طيبة تؤجرون عليها، هذا موقف من مواقف حجة الوداع. ليت الحجاج يقرؤون حجة الوداع، يتعلمون ما فيها من مواقف وأحداث. ليت الحجاج يتكلمون بكلمة حق عند ذي سلطان أو عند غير ذي سلطان، ليت الحجاج يتكلمون بكلمة الحق في كل مكان. أي الجهاد أفضل؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم في أول مرة، عاد الرجل إلى السؤال فسكت النبي عنه في ثاني مرة، ولما رمى جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز عليه الصلاة والسلام قال: أين السائل؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند ذي سلطان جائر. أسأل الله أن يوفقنا لحج بيته الحرام، وأسأل الله أن يوفقنا لكلمة الحق في كل مكان. أسأل الله أن يجعلنا من قوالين بالحق العاملين بالحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. أما بعد، عادت فلسطين إلى بؤرة الأحداث وإلى بؤرة الأخبار بعد هذه المواقف الظالمة الجديدة المتجددة الأخيرة. فتاوى من الحاخامات يحرمون فيها على اليهود بيع البيوت أو استئجارها للعرب أو للمسلمين، حرق لمساحات واسعة من أشجار الزيتون، هدم للمنازل والقانون جديد بأفضلية البناء في مدينة القدس مما يشجع اليهود على التوافد إليها وطرد سكانها من الفلسطينيين المسلمين. وأخيرا هذه المواجهات الدامية قبل يومين في مدينة أم الفحم، هذه المصادمات وهذه المواجهات يسقط فيها أعداد من الجرحى ويقبض فيها على أعداد من الشباب.
والعرب ما زالوا حيارى يلهثون خلف المفاوضات مبحثون عن المفاوضات هنا وهناك يبحثون عن مفاوضات ذليلة ومهينة ما زالوا يبحثون عن حل القضية الفلسطينية العلماء المقربين من الحكام ألا يقولون للحكام كلمة حق كما جاء في الحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند ذي سلطان جائر ألا يقولون للحكام أن حل القضية الفلسطينية يتمثل في الجهاد في سبيل الله فلسطين لن تعود بالمفاوضات وإنما تعود بالقوة والسلاح تعود بالجهاد في سبيل الله هذه الكلمة التي لا يحبها الحكام ولا يحبون أن يسمعونها ولا يحبون من يتكلمون بها ولا يحبون من يطالبون بها ألا يتكلم العلماء الكبار المقربين من الحكام هنا أو هناك ألا يتكلمون بكلمة حق ألا يجهرون بكلمة حق ألا يبينون الحل الصحيح للقضية الفلسطينية بدلا من هذه المفاوضات العبثية بدلا من مضيعة الوقت اليهود لا يضيعون وقتا لا يضيعون وقتا وإنما يفرضون واقعا جديدا في فلسطين في القدس وفي غيرها يسارعون في بناء المستوطنات يسارعون في أخذ البيوت والأراضي يسارعون في إصدار التشريعات والقوانين التي ترسخ لهم أكثر وأكثر والوقت يمر وليس في صالحنا ألا من كلمة ونحن في زمان الحج وفي موسم الحج ألا من كلمة حق وعما قريب يذهب الناس إلى بيت الله الحرام يذهبون إلى منى يرمون الجمرات هل يذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند ذي سلطان جائر أحوال وأوقات ومواقف وظروف أسأل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم مكن لدينك وكتابك وعبادك الصالحين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم ثبت المسلمين في فلسطين اللهم أنزل عليهم نصرك وتأييدك يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم عز المسلمين في كل مكان اللهم أذل المشركين في كل مكان اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا أسيرا إلا أطلقته ولا محروما إلا أعطيته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا كشفته ولا هما ولا غما إلا نفسته اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا وأساتذتنا ولكل من كان له فضل علينا اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير
التدبير. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم أصلح شباب المسلمين، وأصلح نساء المسلمين، وأصلح رجال المسلمين، وأصلح أطفال المسلمين. اللهم رد الناس إلى دينك ردا جميلا. اللهم افتح قلوب الناس للحق والإيمان. اللهم افتح قلوب الناس للحق والإيمان. اللهم افتح قلوب الناس للحق والإيمان. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا كريم، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا رحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، نبي الله موسى لما قال الله له ولأخيه هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. وفي الآيات الأخرى قال موسى إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. فهذا موقف صعب أوحى الله عز وجل له ولأخيه لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وكانت المواجهة، تكلم مع فرعون وبين له الإسلام، الإيمان، الدين. المقصود أن هذه مواقف صعبة، هذه مواقف صعبة تحتاج إلى تأييد من الله عز وجل، ولكن كلمة الحق لابد أن تقال، لابد أن تعلن لمن وصل إلى هذه الأماكن. وكلمة الحق تعلن وتقال في أي مكان، في أي مكان، أنت عندك سلطان، عندك في عملك، في وظيفتك، يأخذ الرشوة مثلا، أو لا يؤدي عمله بإتقان، أو لك زملاء يضرون بالأموال العامة في العمل، في كلمة حق أنت تقولها، في كلمة حق لك ان انت تقولها، لك كلمة حق عند الجيران، عند الأقارب، هنا او هناك، كلمة الحق لا تسكتوا عنها. اللي بيخلي الناس تسكت عن كلمة الحق ايه؟ الخوف، الحرص على الدنيا، ان الواحد يبقى عايز يعيش، عايز البقاء، فيقعد يفكر انا لو قلت كلمة الحق يمكن اتقتل، طب انا لو قلت كلمة الحق يمكن اتأذى، أنا لو قلت كلمة الحق يمكن أتحرم من شغل أو من أموال، لو قلت كلمة الحق يمكن أولادي يتضرروا، يمكن يمكن يمكن. ففي النهاية الإنسان بيسكت طلبا للسلامة. هذه الآفات، واحد متعلق بالدنيا، الدنيا هي كل تفكيره، كل همه. إنما صاحب الحق يجهر بكلمة الحق، يقتل لا شيء عنده، ما يقتل، مهم كلمة الحق توصل، هيقول كلمة الحق واللي يحصل يحصل، يقتل، يسجن، يضرب، مهم كلمة الحق تطلع منه توصل، اتعمل بيها ما اتعملش بيها طلعت منه كلمة الحق. كلمة الحق، الحق حبيب إلى الله عز وجل، الحقيقة، لا تسكتوا عن الحق والحقيقة. موقع ويكيليكس نشر عدد كبير جدا من الوثائق فيها فضيحة لأمريكا، وفضيحة لبريطانيا، وفضيحة لإيران والشيعة، المخازي والفضائح اللي اتعملت في العراق، قتل المدنيين، يقول لك اتقتل 600 مدني فقط عند حواجز التفتيش الأمريكية، 600 مدني، يعني ناس معديين عند الحاجز أو عند الكمين يقتلوه وهو مدني أعزل ما عملش حاجة، يقول لك 600. وعدد المعتقلين والسجون وبالآلاف المؤلفة، وعدد القتلى من المدنيين
يقول لك 5 أضعاف الأرقام المعلنة. هي الأرقام المعلنة يقول لك 149,000 اضرب في 5، اضرب في 5 مليون وأكثر من مليون، من مليون. عارف دول المدنيين، يعني ناس ما لهمش في حاجة، واخد بالك. أرقام بقى بيقول لك تعذيب ومعتقلات سرية وفظايع، فظايع واتنشرت. اللي الحاجة اللي ألمتني أكتر، خلاص أمريكا ما احنا عارفينها وعدوتها، وبريطانيا يعني الأفعال اللي عملتها الشيعة، إيران عملت في العراق، كل دي فضايح وحاجات يعني إيه متوقعينها وعارفينها. الذي ألمني الخبر يقول لك إن الوثائق نشرت أسماء 600,000 عميل عراقي. يا خبر، 600,000 عميل جاسوس يعني شغالين لحساب أمريكا؟ إيه الولاء ده؟ ما ده ولاء، صورة من صور 600,000 عميل عراقي وشغالين مع أمريكا وبريطانيا وإيران. يا خبر، حاجة صعبة جدا، أرقام عجيبة جدا. في ناس يبيعوا ذمتهم، ممكن يبيع ديده علشان أموال، عشان يعيش يأكل ويشرب عيشة خسيسة مهينة ذليلة، عشان يأكل ويشرب يبيع دينه، يبيع وطنه، يبيع أهله، يبيع إخوانه، يشتغل مع أمريكا، ممكن يشتغل حتى مع الشيطان، المهم يأكل ويشرب أكلة وحشة وشربة وحشة، عيشة وحشة جدا، ما فيهاش كرامة، ما فيهاش عزة، دي عيشة البهايم والحيوانات. ما البهايم والحيوانات بتأكل وتشرب، ما عندهمش يعني هذه التشريعات والأحكام عند بني الإنسان. وبعدين في المواجهات من يومين مع بين الفلسطينيين وبين اليهود في مدينة أم الفحم، الحقيقة أنا شفت منظر برضو ألمني يعني لسبب، يعني الفلسطينيين الشباب اللي واقفين بيرموا حجارة بأعداد كبيرة جدا، واليهود ضربوا عليهم القنابل المسيلة للدموع بكميات هائلة جدا، وقنابل الصوت، القنابل دي مرعبة جدا. انت تخيل نفسك ماشي جنب عربية نقل من الكبار قوي دول، لها سرينة عالية جدا، لو السواق ضرب السرينة جنب منك قلبك بيوجعك، انت بتحس ان قلبك وجعك. فعندهم قنابل صوت أقوى من هذا، بتعمل رعب وخوف، والقنابل المسيلة للدموع. المقصود ان اليهود عندهم فرقة وحدات اسمها وحدات المستعربين، هم شبان يهود بس اتعلموا اللغة العربية واللهجة الفلسطينية، بيتكلموها زي الفلسطينيين، وبعدين يغطوا وشهم بالغطاء الاسود ده زي الفلسطينيين، ويندسوا في الفوست الفلسطينيين. فلما العساكر اليهود هاجموا على الشبان الفلسطينيين، جريوا، وبيجري معهم مين؟ اليهود المستعربين المستخبيين دول. وبعدين في نص الطريق تلاقي كل واحد يهودي يروح جاي هاجم على شاب فلسطيني وموقعه في الارض، ويجي زميله يساعده، ده خلاص هيبقى معتقل. اندفسوا في وسط الفلسطينيين لابسين زيهم وبيتكلموا بلغتهم ولهجتهم. الألمني اللي ازعجني جدا ان الكل بيهرب، انت شايف اخوك وقع على الارض، واللي ماسكه اليهودي المستعرب ماسكه وبيحاول يثبته في الارض عشان يجي التاني يعاونه. قبل ما تهرب اقف، خلص اخوك، فكه، ولو انت جدع كمان خد المستعرب ده رهينة، اخطفه، فرصة ايه جت لك اهو في وسطيك اهو، اخطفه واجري، او خلص اخوك من هذا المستعرب وغيره. المنظر ده ألمني، كله بيهرب. انا قلت الاول، قلت جزاكم الله خيرا، واقفين وبترموا اليهود بالحجاره، وبعدين لما جريوا هربوا واللي اتمسكوا اخوانهم وترموا على الارض، وكل يهودي مثبت الشاب على الارض، والشاب بيفلفص بيحاول يفلفص، يجي المستعرب الثاني يثبته، والكل بيجري. منظر مؤلم جدا. قلت لا، احنا محتاجين نفكر تاني، عايزين نوعيات اعلى، بس هم احسن مننا اكيد الشبان دول، ده يمكن احنا يمكن لكنا ولا وقفنا ولا عملنا حاجه.
أكيد أحسن مننا. بس الإنسان بيدور على ما هو أعلى، عايزين النماذج أعلى، إن الإنسان يكون بيفكر بدل ما تجري وتهرب خلص أخوك، وكمان لو في همة أعلى وأعلى مش كفاية تخلص أخوك، خد معاك رهينة واهرب، خد المستعرب ده يبقى درس ليهم ما يحاولوش تاني يدخلوا المستعربين في وسط الفلسطينيين. مسائل على الطريق، أحداث بنقولها أدينا قلناها، يا ترى صوتنا يوصل لفلسطين؟ الله أعلم. حد هيسمع كلامنا؟ حد يسمع نصيحتنا دي وتوجيهنا؟ كلمة بنقولها لازم نقولها، نتدارس الأحوال والأوضاع، أوضاع الأمة وأوضاع المسلمين. وزي ما قلت لك إحنا في أجواء الحج وفي موسم الحج في أيام الحج، وموضوع بيذكرنا بموضوع، ولابد من يعني تناول كل هذه الموضوعات. والنصر قادم بإذن الله عز وجل. شوف 600,000 عميل في العراق، نجحت أمريكا؟ أبدا. نجحت إنجلترا؟ أبدا. ما نجحوش ومعهم 600,000 عميل. عرفت إن في أحكام تانية، في سنن لله عز وجل. طالما في مدافعة أهل الحق واقفين وبيدفعوا وبيقاوموا، ربنا معاهم وربنا بينصرهم. في سنن في أحكام أخرى غير أحكام العمالة والخيانة والتجسس. فصراع بين الحق وبين الباطل، بين الخير وبين الشر، بين الإسلام وبين الكفر. أسأل الله أن يستعملنا في دينه، نسأل الله أن يقيض لهذه الأمة رجال يجعل الله نصرها على أيديهم. أسأل الله أن ينصرنا بالإسلام وأن ينصر بنا الإسلام وأن يعزنا بالإسلام وأن يعز بنا الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.